مساء الخير، مساء الجمال عليكم مشاهدي ومتابعي قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم لقاء على الهواء، وحلقة جديدة وحلقة مميزة جدا جدا مع ضيفي اللي منورني في الاستديو، سعادة المستشار صفوت مكائيل، مستشار الإعلام والعلاقات الدبلوماسية ومفوض دبلوماسي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أستاذة دينا، وشرف عظيم. أهلا وسهلا للسادة المشاهدين، شرف عظيم أكون في وسطيكم النهارده ومعاكم على الهوا السادة المشاهدين، وأتمنى من الله أن يكون اللقاء على الهوا النهارده يكون لقاء مفيد ومثمر. نحن أكثر سعادة بحضرتك. سعادة المستشار، عايزين تكلمنا عن الدبلوماسية بحيث تعرف المشاهد عن الدبلوماسية. والله هو احنا لو حبينا نعرف المشاهد مش هنخش له في تفاصيل معقده شويه بالنسبه للدبلوماسيه. الدبلوماسيه لو قلنا تعريفها للناس المثقفه اللي على المستوى العام هي كلمه لاتينيه تعنى، وتعنى باللاتيني دبلوماتي. اوكي ماشي، وهي معنى زي معناها ان هي اعتبرها ان دبلوماتيك معتبرها وثيقه. اوكي، وهذه الوثيقه تتخذها الدول، احنا بنعتبرها ان هي وثيقه التعاون ما بيننا وبين الدول. أيوة. وثيقه التعاون بين المنظمات الدوليه وبعضها وبعضها. فالدبلوماسيه ده تعريفها العلمي الصحيح، ولكن بقى مفهوم الدبلوماسيه اللي عاوزين نوصله للانسان للمشاهد. البسيط والمشاهد البسيط. الدبلوماسيه دي هي نقدر نقول ان هي اسلوب حياه يعيشه الفرد، او يعيشوا الفرد في وسط بحيث مجتمع. التعامل مع المجتمع والنسيج الاجتماعي، ازاي يعني ان هي يعيش الفرد في وسط المجتمع دي يعني انا تعاملي مع الشخص البسيط خالص في الشارع. أوكي. بطريقه مهذبه، وان انا انتقي الفاظي وانتقي كلماتي واساله بطريقه بسيطه وهاديه ورقيقه، ده دبلوماسيه لوحدها. اسلوب دبلوماسي ان انا بتعامل فيه مع رجل الشارع وبتعامل بيه مع الرجل المثقف. الدبلوماسيه دي اسلوب حياه يعيشه الانسان بالمجتمع. عايزين برضو تكلمنا عن اهميه الاعلام في العمل الدبلوماسي. والله الاعلام ده ما نقدرش نفصل بين الاعلام والدبلوماسيه، لان الاثنين مكملين حاجة بعض. أوكي. نقدر نقول الاثنين مواجهان لعمله واحده. أوكي. الاعلام ده عامل اساسي في شغل الدبلوماسيه. الدبلوماسيه كانت زمان نقدر نقول حكر على وزارة معينة، ولكن النهاردة في الدبلوماسية بقى فيها المجتمعات الدولية والمنظمات الدولية المدنية. بقت تعمل أكاديمية بتدي فيها تعليم دبلوماسي، يعني فيها أكاديميات بتدرس النهاردة حاجة الأكاديمية واحدة. بتدرس النهاردة الدبلوماسية. أوكي. بس فالاعلام النهارده وعندنا اكاديميات بتدرس الاعلام، الاعلام والدبلوماسيه وجهان لامر واحده، هما حاجه واحده. لان النهارده الاعلام بيخدم الدبلوماسيه كتير. اوكي، يعني انا عشان اقول اشتغل دبلوماسيه من غير اعلام ما مش ينفعش. هينفع طبعا. الاعلام بيفتح لي مجال وافق، ماشي، حيث لكي العلاقات انطلق العامة. بالدبلوماسيه. أوكي. واتفاوض مع بعض الدول والمجتمعات الدوليه والبلاد، اتفاوض معاها. الاعلام مهم، واحنا عندنا اكاديميه كبيره في الاعلام بنخرج منها كتير، وبتفتح المجالات كتير للعمل الدبلوماسي كمان. جميل جدا. فيعني الاثنين نقول وجهان لامر. بيكملوا الاثنين، نقول بيكملوا بعض. الاثنين بيكملوا بعض، ده اساسي. جميل جدا. كنا برضو عايزين نتكلم عن العلاقات الدبلوماسيه في المجتمع الافريقي والعربي، بحيث انه المجتمع الافريقي مجتمع كبير جدا. ايوه، فهي دول دايما فاتحه الافق لجميع الدول المجاوره، فالكلام فيه اكيد حيكون اكبر يعني. والله احنا العلاقات الدبلوماسيه بيننا وبين الدول الافريقيه، طبعا الدول الافريقيه دي اخواتنا، وهم دول احنا يعتبر قلب واحد وشعب واحد طول عمر. بالتأكيد. المصريين والافارقه شعب واحد، ودايما علاقاتنا بيهم حلوه وطيبه، ودايما بيبقى في تبادل بيننا
تبادل تجاري وتبادل ثقافي وتبادل سياسي في جميع المجالات بنشتغل معاهم، ماشي. وكل مؤتمراتنا وكل ندواتنا اللي بنعملها اوكي، بنوطد العلاقة هناخد الدبلوماسية اتصال، بين البلاد. هناخد اتصال سعادة المستشار وهنرجع. أهلا قال وسهلا. له السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. انا مدام منى، انا مدام منى من القاهرة. اهلا وسهلا بحضرتك استاذة منى، اتفضلي سؤال انا حضرتك ايه؟ متابعة برنامجكم، وبصراحة برنامج رائع جدا، وقناة الصحة والجمال بتقدم كل ما هو مفيد للشعب المصري. وطبعا الحديث عن الدبلوماسية واختياركم لشخصية جميلة هي دكتور صفوة أستاذة ميكائيل منى، خليل. أستاذة منى سامعاني؟ أستاذة منى أيوة عايزة نعم تسألي أسمعك. حاجة عن البرنامج، اتفضلي. طبعا برحب بالمستشار صفوة ميكائيل خليل، وهو طبعا دبلوماسي عريض جدا، وهذه الفترة للحديث عن مسيرة عطائه للدبلوماسية التي امتدت إلى أكثر من 40 عاما، لأنه طبعا مستمر في الإنجاز وثراء تجربة الدبلوماسية، وبيحاول من خلال برامجه وعمله الآن وعمله في الدبلوماسية أن يرتقي بالإنسان المصري. فعايز أعرف الأنشطة الأخيرة لغرس مبادئ الدبلوماسية لبناء الشعب المصري وبناء الإنسان المصري، وذلك لتوطيد العلاقات بين مصر وإفريقيا. عدي السؤال معلش أستاذة منى. السؤال كنت عايزة أعرف إيه الدبلوماسية وتأثيرها على المجتمع المصري وبناء الشخصية المصرية وبناء الإنسان المصري، وتأثير ذلك على القارة الإفريقية بصفة عامة. شكرا شكرا حاضر شكرا أستاذة منى، وحضرة المستشار هيجاوبنا حاضر لسؤالك. من هنا. تفضل حضرة المستشار. الدبلوماسية لها تأثير كبير على المستوى العربي والأفريقي من زمان، مش من النهاردة، ده من منذ العصور القديمة كمان اوكي. إلى هذا اليوم. وبالنسبة للدبلوماسية يا جماعة، الدبلوماسية دي حاجة رائعة، حاجة راقية. يعني إحنا كمان عملنا بالنسبة لبناء الإنسان، عاملين دلوقتي أكاديميات بندي فيها كورسات في الدبلوماسية، تعلم الدبلوماسية وكيف تتعلم البروتوكولات اوكي في الدبلوماسية، وكيف جميل. تتعامل بالدبلوماسية في جميع المنظمات الدولية وفي جميع المحافل الدولية. يعني احنا النهاردة بنرتقي بالإنسان لدرجة ان احنا كان زمان الدبلوماسية حكر على مك... على 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 جهة معينة، على ولكن جهة الآن معينة بقى دلوقتي في تمثيل بانفتاح. دبلوماسي ومفاوض دبلوماسي، اوكي، بندي يعني بنخرج مفاوضين دبلوماسيين في في الأكاديمية، مدارس بياخدوا في الأكاديمية الدبلوماسية كورسات، بياخدوا شهادات دبلوماتيك جميل جدا جميل. في الدبلوماسية وكيف التعامل بيها، وجاي ان بيفتح لهم آفاق كبيرة ومجالات كبيرة في ان هم التعاون او التعامل مع دول يشتغلوا كمان تانية. ايوه في بعض أماكن اوكي، خاصة بذلك. ده كان رد سعادة المستشار بالإضافة، أنا للأستاذة منى. أستأذنك، بالإضافة إن اتفضل. إحنا كمان في الأكاديمية بندي كمان كورسات للشباب الأفريقي العربي والأفريقي، عندنا بنخرج دفعات كل سنة ايوه، في احنا الأكاديمية. برضو كنا لسه بنتكلم في الشأن الافريقي، بحيث كان يعني لسه كانت مصر حاضنه للقمه الافريقيه، وقد ايه كان في تاهيل للشباب الافريقي، ويعني كانت في حاجات جميله صراحه للشباب الافريقي، فحاجه تشرفنا جدا جدا انه مصر تحضن ابناء الافارقه وهي بتقدم حاجات جميله احنا جدا طبعا جدا ليه. في كل الندوات بتاعنا اولا بنشكر فيها رئيسنا القدير العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع مبادراته وجميع المؤتمرات بتاعته دايما ينادي يقول الكوادر عاوزينها تكون من كل من الشباب، أيوة. لان الشباب ده هو العنصر الاساسي لتقدم الشعوب او لتقدم البلد، بالتاكيد. فاحنا مهتمين اهتمامنا كله بالشباب، ان ده عنصر اساسي في تنميه المجتمع، وعنصر اساسي لتقدم الدوله من الدول، يعني ما ينفعش ما نهتمش بيه. واحنا أيوة. بننفذ تعليمات وكل متطلبات قرارات الدولة رئيسنا اكيد عبد اكيد الفتاح على السيسي العين في ان احنا والراس. اتجاهنا كله بنخصصه للشباب دلوقتي عشان نعلمه ونطلع منهم كوادر دبلوماسية في جميع واحنا المجالات. شفنا صراحة، شفنا الحاجات دي في الفترة الأخيرة زي اه يا ما قلت فندم، لحضرتك على أرض الواقع. يعني كان في تدريبات يعني، وكان في كان في جولات تعليمية كبيرة جدا ايوه، جدا، غير فدي احنا دلوقتي حاجة احنا بنتخرج تشار من عليها عندنا بالبنان صراحة للدولة المصرية. يعني بنخرج من عندنا كوادر شابة على جميع المستويات في بالتأكيد الدبلوماسية، بالتأكيد مخصصين في جميع العمل الدبلوماسي في الاتجاه الثقافي والاجتماعي والاجتماعات والسياسي
والإعلامي والاقتصادي يعني، يعني بنخرج كوادر عندنا تصلح للقيادة، بيخرج من عندنا كأنه ده يعني خارج من إعداد قادة، بيخرج يقود المكان اللي هو بيمسكه بالتأكيد على أعلى مستوى. عايزين بقى برضو سعادة المستشار تكلمنا عن دور سفراء السلام وسفراء النوايا الحسنة في العلاقات الدبلوماسية. أولا سفراء السلام ده وسفراء النوايا الحسنة دي نحب نعرفها للسادة المشاهدين. السفير النوايا الحسنة ده بتعينه منظمة من المنظمات الدولية أو المنظمات الخيرية، بتعمل تقول أنا عاوز أعمل سفير حضرتك مثلا، تبقى سفيرة النوايا الحسنة. وتبتدي بقى تشوفي كل ما يخص المنظمة أو الجمعية دي من متطلبات، وتبتدي أنت تتجهي لتحقيق هذه المتطلبات. ماشي؟ إذا كانت في الداخل أو في الخارج. إحنا ما بنعملش سفير نوايا حسنة كده، أو المنظمة ما بتعملش سفير نوايا حسنة شرفية. ولكن بيبقى له عمل أساسي. هيكون مقدم حاجة على أرض الواقع. طبعًا بيقدموا حاجات كتير على أرض الواقع، يعني أنا النهاردة لما أبقى سفير نوايا حسنة بمثل دولتي مصر. ماشي؟ تمام. بشوف أنا المنظمة اللي أنا فيها أو اللي أنا أنتمي إليها أو اللي هي عملتني سفير نوايا حسنة. ماشي؟ وبشوف طلباتها إيه وإيه مشاكلها. وايه العواقب اللي عندها، وايه واشوف لها اجد حلول، اذا كانت حلول سياسيه حلول اقتصاديه، واتجه ان انا للحل عليها على طول. اوكي جميل جدا. مش وخلاص، لا سفير لا. عايزين برضو نعرف دور الدبلوماسيه في قيام المؤتمرات الصحفيه وما يخص العلاقات العامه والحاجات دي. والله احنا في الاتجاه الدبلوماسي بتاعنا بنعمل مؤتمرات وندوات كتير خالص عشان نعرف الشباب، يعني كل مؤتمراتنا ونداتنا بندعو فيها شباب وكوادر بحيث نكدر الشباب عشان تشوف وتتفرج شكل الدبلوماسية، شكل الشخص الدبلوماسي كيف يتعامل، يتعلم الثقة ويتعلم حاجات، يتعلم يكتسب حاجات كتيرة. أيوة. يبقى يعرف يقود مكان، يعرف يقود أي قطاع إن هو يبقى رئيسه مثلا. قبل شهر كنتوا عاملين مؤتمر دبلوماسي فعلا. كان مستضيف 10 دول من ضمنهم دول كتيرة جدا، دول عربية وإفريقية، فيا ريت حضرتك تكلمنا على المؤتمر. تمام. احنا كنا عاملين في الأسبوع الأولاني من شهر أكتوبر الماضي. كنا عاملين مؤتمر اسمه مؤتمر المحاكاة الاقتصادي. جميل. ده عملناه في الغردقة، وكان عبارة عن 4 أيام، 3 أيام ورش عمل ويوم تم فيه عمل توصيات لهذا المؤتمر. جميل. ونتج عن هذا المؤتمر الكبير بخروج 3 كيانات لن أستطيع الإعلان عنهم في هذا الوقت، ولكن له وقته فيتم الإعلان فيه عنهم إن شاء الله. ولكن أنا شفت حاجة رائعة في كانت المخرجات أيام. مشرفة كانت طبعا في 3 كيانات مشرفة كلهم يخصوا الشراكة بيننا وبين الدول العربية. احنا دايما كل شؤوننا الاتجاه العربي الأفريقي. جميل جدا. في جميع المحافل السياسية والاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية. جميل. دايما شغلنا كله مع الدول العربية والأفريقية. بحسسهم ان ده بيتهم. هي لما بعمل حاجة تخص الدول العربية ده بيتك. هي صراحة مصر فتحة أبواب لكل العالم، طول لكل عمر مصر الدول المجاورة سباقة بالخير، وطول عمرها فتحة أحضانها لجميع الدول. بالتأكيد. العربية يعني والأوروبية والأفريقية. دي حاجة من على مر السنين ومر العصور، لأن هي مصر أم الدنيا. أكيد. وهي طبعا بقيادة رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي هتبقى قد الدنيا فعلا، وهي قد الدنيا فعلا، دي حقيقة. بشعبها وحكومتها إن شاء الله. بشعبها وحكومتها يعني وجميع كوادرها. بالتأكيد. قد الدنيا. عايزين نعرف هل للعلاقات العامة تأثيرا واضحا في المتغيرات الداخلية والخارجية؟ هل في أثر في هذا؟ العلاقات العامة العلاقات العامة دي شغلها ملوش دعوة بالعلاقات الخارجية. أوكي. العلاقات العامة دي داخل علاقات داخلية داخل علاقات البلد. داخلية تخص الدول. ولكن نقدر نقول إن دايما في العمل الدبلوماسي
بتبقى في العلاقات بين الدول الخارجيه وبيننا، في تناسق وفي تكامل بيننا، ودايما بنبعت لهم في بعض الاتجاهات بنبعت فيه مفاوضات وبروتوكولات بنعملها بيننا وبينهم، بحيث ان يبقى في تكامل بيننا، ما بنعزلش الدول، ودايما احنا مش بنعزل الدول الافريقيه عن الدول الاوروبيه العربيه، ولكن دايما نشارك الدوله الافريقيه والدول العربيه هم كيان واحد. بالتاكيد. وعلاقاتنا العامه بيننا وبينهم علاقات عامه، دي داخليه، ولكن في علاقات خارجيه. في علاقات ازليه خارجيه طبعا. ايوه. هي بيبقى في بقى اتصالات ما بيننا وبين الدول، ومعمل بعض البروتوكولات بيننا وبينهم واتفاقيات دوليه وكده. جميل جدا. كنا برضو عايزين نتكلم عن التجاره الخارجيه، ايه اثرها برضو او بنستفيد منها ايه؟ التجاره احنا في دايما مع في بروتوكولات بيننا وبين الدول، في زي ما قلت لحضرتك في جميع المجالات، ومن ضمنهم مجال التجاره. التجاره الخارجيه ما بيننا وبينهم في تقدم كبير في الفترة الأخيرة ما بيننا، برغم إن كان إحنا مرينا بظروف كورونا إلا وقفنا شوية، ولكن ابتدى طبعاً الفترة الماضية دي إن يرجع العمل في التجارة الخارجية ما بيننا وبينهم، في تبادل التجارة بيننا وبينهم كبير على مستوى عالي، وحقق نسب كبيرة خالص في الفترة الأخيرة دي. جميل. بتشجيع برضو من رئيس عبد الفتاح السيسي، دايما يشجع على التجاره الخارجيه والمنتج، يشجع وتشجيع كمان تصدير المنتج المصري الى جميع دول العالم. دي حاجه تشرفنا، شيء يشرفنا طبعا ان احنا نصدر منتجنا في جميع انحاء العالم. كنت برضو عايزه اسال حضرتك في تشجيع الشباب قبل ما نختم، تشجيع الشباب لسوق العمل، دي حاجه بصراحه يعني جميله جدا انه يشجع الشباب لسوق العمل الدبلوماسي. انا عاوز اقول للشباب في كل المحافل اللي بحضرها، اذا كانت محافل سياسيه او اقتصاديه او اعلاميه او دبلوماسيه، بقول يا جماعه يا شباب يا حبايب قلبي، بعد اذنكم احنا عاملين اكاديميات بنعلم فيها، بندي فيها كورسات في الدبلوماسيه. جميل جدا. عشان نتيح الفرصه ليكم ان كنتوا تنغمسوا في العمل الدبلوماسي في كافه التخصصات المجالات. ايوه، ومجالات الاعلام، وعاملين اكاديميات بندي فيها كورسات برضه في الاعلام. جميل. في جميع مجالاته بنقول للشباب تعالوا احضروا، وعاملينها باجور بسيطه خالص، احضروا وخدوا شهادات واشتغلوا. جميل. انغمسوا جدا. في جميع المجالات الاقتصاديه والاعلاميه والسياسيه، وخليكوا انضموا للمجتمعات المدنيه. كلام جميل. حاجه جميله خالص، لما انا محتاج الشباب دوت، هو الشباب ده عنصر التقدم الاساسي للبلد والعمود الفقري طبعا. فلازم الشباب ده، انا بقول يا تأكيد. يا ابنائي يا شباب هذه الامه، دي رساله خاصه من سعاده المستشار، يا شباب مصر الطيبه الجميل الراقي. أيوة. لو سمحتوا تعالوا احضروا في الاكاديميات وخدوا شهادات واشتغلوا بيها، ما عندكم فرص كبيره خالص. بالتاكيد الفرص مفتوحه للشباب. احنا بندي شهادات ودبلومات في المعتمده من جميع الجهات، انه ما تفتح لهم المجالات اللي يشتغلوا بيها. جميل جدا. يدخلوا العالم، العالم الدبلوماسي اللي هو اللي الناس ما كانتش تعرف ايه حاجه عن العالم الدبلوماسي. بالتاكيد. النهارده بنفتح المجالات انه يبقى مفاوض دبلوماسي، ممثل، مفاوض دبلوماسي تجاري، مفاوض دبلوماسي سياسي، مفاوض دبلوماسي اعلامي. أيوة. بنفتح المجالات لكل ده. فيا ريت الشباب يشارك. صراحة الوقت سرقنا، فقبل الختام عايزين لو حضرتك عايز توصي رسالة لحد معين أو عايز تقول كلمة قبل الختام. أنا والله بحب أوجه كل الشكر لمؤسسة أخبار العالم العربي الدولية. جميل جدا. وبقيادة رئيس مجلس إدارتها معالي الدكتور أشرف الحداد، الدكتور الراقي. تحية وتقدير أكيد. الدكتور الراقي الجميل أشرف. اللي هو يعني بصراحة ماسك الأكاديمية كمان، أو هو عنصر من عناصر تقدم في الفترة الأخيرة كمان في جميع المجالات اللي هي الإعلامية دي، ودايما بيشجع الشباب كمان إن هم ينغمسوا في العمل الإعلامي ده، ويعمل كتير ونشارك كتير، أنا هو في حاجات ثقافية في دار الأوبرا، وفي حاجات ثقافية في دار الثقافة،
حاجات جميلة. وأنا بشكره كل الشكر وبشكر مؤسسة أخبار العالم العربي الدولية كتير الشكر والله. ربنا يخلي حضرتك وأشكر السادة المشاهدين. ربنا يخلي حضرتك، أنا كنت سعيدة جدا جدا بحضور حضرتك. ده أنا اللي كنت سعيد جدا بالفترة الصغيرة دي مع حضرتك وأشكرك كل الشكر. صفوت مقايل، أهلا وسهلا بيك وشرفتنا. قبل الختام صراحة عايزة أو حابة أوجه صوت شكر جميل جدا جدا لقناة الصحة والجمال والطاقم العامل على قناة الصحة والجمال على الاستقبال الجميل والعمل الجميل. صراحة أنا مبسوطة جدا جدا وبوجه صوت شكر لكل فرد عامل داخل قناة الصحة والجمال، وتحية وتقدير أكيد للأستاذ دايما مشرفني ودايما أخويا وسندي الأستاذ محمد الملكي، كل الشكر ورئيس الغناء عبد الحميد توفيق. لغاية هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، الأسبوع القادم استنونا ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء، كل الشكر.